طبعا المواقع طول كتبت خبر الكابتن الخطيب يسافر الى فرنسا السبت المقبل في رحلة علاجية للاطمئنان على حالته الصحية. ده موقع بطولات كتب لنا الخبر ده قدامنا اهو بسرعة. الكابتن خطيب مسافر ان شاء الله بعد بكرة يوم السبت، والنهاردة اجتمع مع الفرقة قبل ما تسافر الى تونس، وعمل اجتماع سريع كده مع العمري فاروق النائب بتاعه رئيس البعثة. كمان القصة بتاعت سافينيو بدأت تتسرب حاجات من داخل النادي الأهلي، ومصادر تصرح انه اذا استمر نادي كواساكي في الـ يعني ان يطلب فلوس اكتر من اللي اتفق عليه في الاول مع النادي الأهلي، الأهلي مش هيكمل في الصفقة. عشان كده ادي مصادر ليلا كورة قالت ان الكولر يغلق الباب امام ضم مارسينيو. كولر يغلق الباب امام ضم مارسينيو. قال لك انه هم قسموا يعني المصدر اللي صرح ده حط ثلاث حاجات قدامنا اهو. ان كولر طلب عدم استكمال المفاوضات مع اللاعب بسبب مغالاه ناديه في طلباته الماليه. قال لهم لو هيجي بالمبلغ اللي اتفقتوا معاه في الاول عليه او مع النادي في الاول اوكي، اكتر من كده يبقى في مغالاه. قال ان القيمه التسويقيه للاعب ما تزيدش عن 1.5 مليون دولار، وان ناديه بيطلب 2.5 مليون دولار، ده مبلغ كبير. قال ان اللاعب ظل لفترة 6 شهور دون ان يلعب كرة فترة سابقة قبل رحلته باليابان، وهذا مؤشر لاشياء غير جيدة. طالما السطرين دول اتحطوا في مخبط ورزع في اللاعب، يبقى الاهلي بيصرف نظر. يبقى الاهلي ايه؟ بيصرف نظر على الصفقة دي. نطلع بقى بسرعة فاصل، بعد الفاصل عندنا لقاء مع عمرو السولية طبعا كابتن النادي الاهلي، و قبل السفر أدلى بيه للموقع الرسمي بتاع النادي الأهلي. كمان عندنا لقاء مع مجدي أفشة مع انطلاقة رحلته النهاردة إلى تونس. وقبل ما نشوف اللقاءات وقبل ما نطلع الفاصل، احنا عندنا النهاردة تهنئة واجبة مش بس للمصريين، الوطن العربي كله والكل دولة والكل بني آدم على وجه الأرض تبقى عزته وكرامته أهم حاجة وكبرياءه أهم حاجة. النهاردة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة سنة 73، الحرب اللي هي شهدت يعني ملحمة عسكرية للجيش المصري أساسها العقيدة اللي جواه، مش يعني تطور الأسلحة ولا لا، هم كانوا عندهم بص يعني أمريكا والدنيا كلها كانت بتحاول تخليهم راكبين فوق أي حاجة. وقد تبر لي في كل الكلام الكتير ده أكيد أنتم مذاكرين وقاريين ومتابعين وشايفين وكل الكلام ده، لكن المهم العقيدة اللي جوه المصري اللي مش موجودة في حد تاني، إن هو إزاي تبقى حياته فدا أرضه. يعني المصري اللي هو الكائن الوحيد على وجه الارض اللي يموت بس العالم ما يقعش. شفنا كده مشاهد كده من الحرب، انه لا يمكن تشوف حد تاني غير المصري. يبقى العالم بيجي يقع يبقى مضروب بالنار، والعالم بيقع من العسكري يجي عسكري تاني جندي تاني بسرعه شريف كده وشهيد يشد بسرعه العالم ويبقى شهيد تاني، وعارف انه ممكن يبقى شهيد تاني. دي مش موجوده غير في المصريين بس، وان الأمة المصرية اللي اتزغرت لما تسمع ان الناس تشهد في الحرب بتزغرت. فانت بتتكلم في ملحمة عسكرية وإنسانية وقيمة ضخمة جدا عملها الجيش المصري سنة 73، وبتبين المعدن الحقيقي للشعب المصري وللمواطن المصري اللي طول ما هو عايش في ازمات بيعرف ازاي يتخطاها طول الوقت طول الوقت طول الوقت. فكل سنه واحنا طيبين، كل سنه وكل الانسانيه بخير، كل سنه واحنا منتصرين طول الوقت، كل سنه وراسنا مرفوعه في السماء، كل سنه وعزتنا وكرامتنا هي اقيم واكبر واهم حاجه، كل سنة وكل جندي وكل ضابط استشهد في هذه الحرب نقول له أسرته وعيلته كل سنة وانتوا طيبين، وكل جندي وكل ضابط وكل حد شارك في هذه الحرب موجود لسه على قيد الحياة بنقول له كل سنة وانت طيب، وتظل مصر شامخة وفي عزة وفي كرامة. وفي نفس الوقت كمان بيحل يوم السبت ذكرى المولد النبوي
الشريف يعني مفيش احلى من كده الحقيقه، مناسبات وبهجه وفرحه بيعيشها الشعب المصري واحتفالات بيعيشها الشعب المصري كل سنه، ودي ذكرى يعني اشرف خلق الله المولد النبوي الشريف.